السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عرب فيبنج، واليوم يا جماعة الخير بستعرض لكم سوائل جديدة من الشركة الماليزية المعروفة ثرون ليكويدز، اللي عرضت لهم سوائل اللي هو The Mad Queen, The Bastard, The King Slayer, The Lady, The Mountain, The Mother. هذه النكهات لاقت نجاح باهر وشرحتها في فيديو سابق، بحط لكم رابط الفيديو أسفل هذا الفيديو. ولكن هذا المرة حبوا يعملوا كولكشن جديد، نكهات جديدة. نفس ما تلاحظون البوكس سابقا كان البوكس أسود، حاليا البوكس أبيض، وصنعوا أربع نكهات. النكهة الأولى The Assassin، النكهة الثانية The Witch، الثالثة The Bastard أو The Blacksmith، والنكهة الرابعة The Imp. طبعا النكهات كلهم جايين على ثلاثة قوة، ثلاثة نيكوتين، بالإضافة إن جميع نسب الثرون ليكويدز السائل اللي هو جاي من الثرون ليكويدز يكون نسبته 70% فيجيتابل جلسرين في جي، وأيضا 30% بروبلين جلايكول اللي هو البي جي. طبعا عشان أقيم النكهات بستخدم هذا الجهاز توب 1 مع خزان كرياس من او بي اس الار دي، اعتبره الافضل، والجهاز ايضا ممتاز للقاية، فبستخدمهم نكهة نكهة واقول لكم رأيي في الموضوع. طبعا جميع الابوات تنفتح بهذه الطريقة. ايضا السانس ما تلاحظون بيكون حجمه 60 ملي، حاطين عليه نفس ما تلاحظون ما تقدر تفتحه الا عن طريق الضغط حق السفتي. طبعا طريقة الفتح جدا صعبة في البداية، وحاجة جدا ممتازة. ثرون ليكويدز ذا أساسن، خلينا نجربه ونقول رأينا في الموضوع. وهذه نكهة ذا أساسن على حرارة 80 وات. نقول بسم الله انه يطبخ. نكهة عنب مع احس انه ورد، يعني هم كاتبين انه في نفس التوت او الكرز، لكن اللي حس انه عنب مع ورد، مش عارف كيف الشعور. الدخان ممتاز، في نكهة قوية جدا، نكهة عنب مع ورد، هم كاتبين انه في منثل او نعناع، لكن ما احس انه في نعناع الا خفيف. نكهة العنب هي اللي طاغي أكثر شيء مع الورد للأمانة. نكهة ممتازة، تقييمي لها بيكون 7/10 للأمانة، لأن نكهة العنب ما هي واو قوية زيادة على اللزوم، ولكن خفيفة، يعني تصلح حق أنك تفيف فيها طول اليوم، بس ما هو اللي هو نفس ما نقول ما في حلاوة في الموضوع، ما في شيء قث او ثقيل، ناعم ناعم، عنب وفراء، يعني عنب ورد تقريبا، عنب ورد، يعني هذا شرحي لهذا النكهه. الامانه تقييمي بيكون 7/10، اذا من 10 بنخليه 7/10. الحين بنجرب نكهه ذا سويتش. وهذه نكهة ثرون ليكويدز ذا سويتش على حرارة 80. نقول بسم الله. فراولة مع نكهة حليب، يعني تحس انه نفس، شفتوا فراولة ايس كريم فراولة بالضبط. كيف اشرح لكم فراولة نكهة الايس كريم بالضبط؟ دخان مرضي للغاية، قوي جدا. في شوية حلاوة، بالضبط فراولة مع حليب تقريبا، نفس اللي يحب ايس كريم فراولة اللي هو مع اللي ياكلونه بالملعقة. يعني جدا جدا مشابه. في وصف الموقع حاطين مع الليمون، الليمون للأمانة ما شفت فيه ليمون في الموضوع. فراولة طاغي، الفراولة بالذات، لحظة
فراولة، ولا يوجد في نعناع، لا يوجد في شيء صراحة نكهة فراولة، ولكن فراولة مع حليب تحس ان نفس الايس كريم بالضبط. صراحة اعطيه تقييم يعني اعلى من السابق، فبعطيه 8 من 10 للامانة، يستاهل 8 من 10. اللي يحب الفراولة نفس الفراولة حليب ذا ويتش بيعجبه. حاليا بجرب ذا بلاك سميث. وهذه نكهة ذا بلاك سميث على حرارة 80. خلنا نشوف انه يطبخ. عنب مع عنب اخضر، نفس العنب الاخضر بالضبط. نفس العنب الاخضر، هم كاتبين يعني انه قراب شيشه، يعني انه بيكون نفس الشيشه. للامانه مو بنفس الشيشه، عنب وقوي، عنب قوي جدا، عنب بس عنب اخضر، يعني ما هو عنب مثلا ميكس او شيء، صاير نفس العنب الاخضر. نكهته اقوى بكثير من ذا اساسن. العنب جدا مركز. في حلاوة شوي في الموضوع، جايب له حلاوة في الموضوع. عنب اخضر قوي جدا مع شوية حلاوة. ذا بلاك سميث تقييمي له، لان العنب نكهة العنب قوية جدا، فبعطيه 8 من 10، يعني بحكم انه اقوى من ذا اساسن. فانا مستغرب ليش عاملين يعني نكهة نكهتين عنب عنب، يعني المفروض يحطون عنب واحد فقط لا غير. فخلينا نخليه على هذا المستوى، بيكون 8 من 10 ذا بلاك سميث. يعني هذا الفراولة جدا ممتاز، اعتبر ان الفراولة يمكن من افضل نكهات الفراولة اللي مرت علي. الفراولة عادة اذا يعني اذا زيت الحرارة تصير ريحته شوي خايسة. لا هذا ممتاز، مش عارف ايش ضايفين معاه، يمكن الليمون او من هالقبيل، لكن الليمون انا مش حاسس فيه، ولكن يمكن له تأثير يخلي ان الحرارة ما يأثر على قوة الفراولة اللي موجودة. فقوة الفراولة في هذا النكهة قوية جدا، فعطيته تقييم 8. قوة العنب، ولكن علب عنب اخضر مع شوي يمكن برودة في الموضوع، شوي حلاوة سويت في الموضوع، فايضا بعطيه 8 من 10. هذا لانه مخلوط مع ورد وتحس انه خفيف، عنب اسود يمكن نقدر نقول معش يمكن نفس الورد، صاير خفيف، فعطيته 7 من 10. فبيبقانا طويلين العمر ذا امب. يبقانا نفس ما تلاحظون ثرون ليكوز ذا امب. صراحة اول ما فتحت العبوة ريحة مانجا من القلب، يعني المانجا ضاربة للمخ. يعني اتمنى ان تكون النكهة او يعني الفيب يكون بنفس قوة رائحة النكهة. للأمانة ريحة قوية جدا. ونفس ما تلاحظون هذا ذا امب على حرارة 80، نضبط الهواء. يا الله الله، هذا كيف اوصفه لكم؟ فرغلي، مانجا المصري الفرغلي اللي يقولوا عنه، لاني شربته صراحة لذيذ. مانجا بالضبط نفس الفرغلي، وحاطين فيه سويت مع نعناع خفيف. لو النعناع مش موجود بعد كنت اعطيه 10 من 10. هذا بعطيه 9 من 10 وانا مغمض. ذا امب بعطيه 9 من 10 صراحة. نخلي هذا بيكون ذا اساسن 7 من 10. 8 من 10 الفراولة ذا ويتش، 8 من 10 ذا بلاك سميث، 9 من 10 ذا امب للأمانة وبكل جدارة.
احلى مانجا مرت علي للامانه ذا امب. على العموم يا جماعه الخير هذا هي تقييمي للنكهات للامانه ابهرني ذا امب للامانه. ايضا ذا بلاك سميث اند ذا ويتش لكن ذا اساسن مستوى اقل بحكم انه خفت النكهه فيه العنب. هذا قويين لكن هذا فرغلي بمعنى الكلمه. المفروض يغيرون يشيلون كلمه امب ويحطون فرغلي. على العموم يا جماعه الخير خلونا نروح لصفحه النكهات ونشوفهم مع بعض. وحياكم الله يا جماعة الخير. حاليا احنا في موقع الفيب كلاب مي. النكهات وصلتني من هذه الشركة. طبعا سابقا رسلوا لي النكهات السابقة نفس ما شرحت لكم سابقا في فيديو سابق. بحط لكم رابط الفيديو في اسفل هذا الفيديو بالاضافة الى نهاية الفيديو بتلاحظون الصورة بالاضافة الى النكهات الجديدة. طبعا نفس ما تلاحظون The Blacksmith, The Assassin, The Imp, The Witch بالإضافة إلى كولكشن كامل حاطين عليه أيضا تخفيض. طبعا رابط هذا الصفحة بحطه لكم أسفل الفيديو بالإضافة إلى رابط الشركة المصنعة لهذا السوائل الرائعة بحطه لكم أيضا أسفل الفيديو. اللي وده بيطلب من هذا الموقع كل اللي عليه أنه يختار ومن ثم يتوجه إلى الأعلى نفس ما تلاحظون وتختار العملة اللي ودك تشوفها عندك. يعني العملات كلها بال يعني بجميع العملات الموجودة حاليا في السوق وتختار وبعد ذلك تضيف النكهات اللي تعجبك بعد ما تقتنع ومن ثم تطلب وبتختار الشحن السريع DHL أو FedEx أو Ramex وإن شاء الله توصلك هذه النكهات بدون أدنى مشكلة وتقول لي رأيك في الموضوع. واسف على الطالة يا جماعة الخير وكان معكم أخوكم عرب فيبينج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.